بالنسبة للحكومة اللي استقالت دي، الحمد لله انها وصلت البلد لكده، وكانوا نشطين ومنهم بيعملوا منهم على حسب امكانياته والتطور اللي موجود في البلد ده بفضل القوات المسلحة وتشييد وزارة الإسكان وبعض الوزارات في حسب إمكانياتها وحسب إمكانيات الدولة. الوجود اللي حصل من السنوات السابقة من سنة 2010 لحد النهاردة، وربنا يدي دفعة كبيرة والازدهار يزيد لمصر ولشعب مصر، وربنا يسهل لكل الأمور إن شاء الله بإذن الله، في مصالح الأمور كلها تمشي بأمر الله إن شاء الله بإذن الله. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنين وأولي الأمر منكم إن شاء الله بإذن الله. الأنسب للحكومة اللي بيعمل اللي يعمل واللي بيؤدي أثر للمواطنين بالحياة كلها من شرقها لغربها ومن جنوبها لشمالها، إن مصر تسعد بكل ما فيه إن شاء الله. والأنسب للحكومة بإذن الله الوزراء النشطين اللي هم بينوا أعمال كثيرة داخل الفترة دي إن شاء الله، والمرحلة اللي جاية أحسن إن شاء الله. ميزانية يعني الحكومة الجديدة تعمل حاجة كويسة للناس، والجيش إن شاء الله ربنا يكرمه يا رب وينصره إن شاء الله، ويعني ربنا يحمي البلد بقى. تبقى إيه عندهم دم وعندهم أخلاق، تنزل موازين الشغل وكل حاجة، مش عاوزين خوف. كل ده خوف من مرسي، ضغط على مرسي وقطع خبره، هو اللي جاب لنا المصيبة مرسي. ودول تبع الإخوان، الحكومة القديمة هي تبع الإخوان، الحكومة الجديدة يا ريت تبقى ناس كويسة عشان يجيبوا لنا اللي متعيش. رأيي إيه؟ أي حكومة هتيجي هتعمل إنجازات أهو تفيد الشباب، هي ديت اللي لازم تمسك البلد. لكن أي حد هيجي يعمل أي كلام فاضي وهيمشي وياخد فترة بسيطة مثلا أو كده ويمشي، لا ده ما ينفعناش. إحنا عايزين حد ثابت ويعمل حاجة ويعمل إنجازات للبلد، نحس إن إحنا بنعمل حاجة لقدام، نحس إن الثورة اللي الشباب عملها دوت حققت أهدافها أو عملت حاجة مفيدة. ما ينفعش إن إحنا كل ما نمشي خطوة لقدام نرجع خطوتين تاني لورا، لازم نفضل على طول ماشيين لقدام. لا، استقالة الببلاوي استقالة يعني مفاجأة لدى الناس كلها، يعني ما كانش حد متوقع ان الاستقالة دي تيجي مثلا ايه في الوقت ده. وعامة اللي جاي نقول له اشتغل بما يرضي الله، وبص للبلد وحط ربنا قدامك عشان تعرف تشتغل، وبص للشعب الغلبان، وبص لمصر دي يعني مصر كبيرة، ما مش شعبها اللي يتعمل فيه كده، ولا واللي بيحصل ده في مصر ده كله يعني حرام ان يحصل في مصر اللي احنا بنشوفه ده كله. فاي انسان يجي يتحط في منصب لازم يراعي ربنا سبحانه وتعالى. ان ما كنتش تراعي ربنا وتشتغل بما يرضي الله وتخلص، مش هتتوفق في عملك، لان ربنا هو اللي بيوفق العباد سبحانه وتعالى. فربنا اللي جاي ربنا يعينه، ما دام هيشتغل بما يرضي الله ربنا يعينه، ويبص بقى للناس الغلابه ويشوف بقى البلد خلاص يعني اتدمرت، وكتير على مصر ان يحصل فيها كده، وربنا يوفق اللي جاي. انا كنت اتمناها من زمان مش من النهارده سياره الببلاوي، لان هو ودانا في مرحله صعبه جدا. احنا المفروض بلدنا دلوقتي يكون فيها موارد داخله، وراح يطبق للحد الادنى والحد الاقصى. كنت اتمنى يطبق الحد الادنى والحد الاقصى لما يكون مجلس الشعبي يجي رئيس الجمهوريه. اتمنى من رئيس الوزراء القادم اللي جاي يطبق لنا الدستور العداله الاجتماعيه، مش يسيب الشركات زي شركات الاستصلاح الاراضي اللي قاعدين بقى لهم شهور ما بيقبضوش. انا شغال في الشركه العقاريه المصريه، المفروض بنادي الوزاره ده الببلاوي اكتر من مره، ده اكتر من مره ان يبص الشركات دي والشركه العقاريه المصريه بالذات ولا ادري اي اهتمام خالص. بس تمام، واتمنى من اللي جاي يكون يطبق لي الدستور، يحقق لي العداله الاجتماعيه، يكون استاذ جامعي من الكوادر الناجحه هي تعدي المرحله اللي احنا فيها، المرحله الصعبه دي.